لما تصير عندنا مشاكل بين شركات كبيرة مثل شركة أبل وشركة إيبك جيمز، بصير الموضوع كل ماله تكبير رأس أكثر وأكثر ورفع قضايا على بعض. مبدئيا إيبك جيمز رفعت قضيتين، وشركة أبل عم تهدد بحظر الأنريل إنجن وحظر المطورين، وما معناه إنه لح تحظر أكثر من 100 لعبة من الأب ستور وما عاد يقدروا ياخذوا تطويرات بالنسبة لهدول الألعاب. اليوم بدنا نحكي عن حظر الأنريل وحظر الألعاب الجديدة اللي قادمة معنا لو فعلا صار هذا الموضوع، وشو اللي قادم معنا بالنسبة لحظر الأنريل وحظر هالألعاب بالنسبة لشركة أبل وهالمشكلة كلياتها أول بأول. فلا والله بسكان الطابة الأرضية وفيديو جديد. انا صار لي حكي فيديوهين عن هذا الموضوع، وكل مره عم تزيد الامور اكثر واكثر. اول شيء ابتدينا بموضوع في باكس وشيء صغير وتافه بالنسبه بين الشركات، ولكن هو رح يكون بالنسبه لايبك جيمز مربح كبير. وبعد منها ابتدينا برفع قضايا، اول شيء رفعت قضيه ايبك جيمز، بعدين رفعت قضيه ثانيه، بعدين شركه اب ستور او شركه ابل بما معناه حظرت فورتنايت، وبعد منها هلا رح تحظر حساب المطورين ورح تحظر الانريل انجن. شو معنات الانريل انجن وشو معنات حظر المطورين؟ احنا هذا اللي هلا بدنا نركز عليه بهذا الفيديو. هلا مبدئيا شو معنات حظر المطورين؟ حظر المطورين رح يتم يوم 27 اغسطس بما يقارب هاي الفترة، اللي هو رح يكون بداية السيزون الجديد للعبة فورتنايت. وشركة فورتنايت بهالفترة لما صار الحظر بالنسبة للمطورين بهالفترة هي رفعت ايبك جيمز قضية تانية او رفعت دعوة تانية على شركة اب ستور، على شركة ابل، قالت فيها انه السيزون لح يبتدي بهاي الفترة ولحنا لازم نحدث فورتنايت بهاي الفترة. فشركة ابل جحشت اكتر واكتر ورح تحظر المطورين، بما معناه فورتنايت ما عاد تقدر تاخذ التحديث القادم لو ما انحلت الموضوع من هلا ليوم 27 اغسطس او 28 اغسطس بهالفترة هي. اذا ما انحل هذا الموضوع جماعة فورتنايت ما عاد يقدروا ياخذوا تحديث جديد بالنسبة للسيزون 4، وما عاد يقدروا يلعبوا اللعبة لو فعلا تم حظر المطورين وحظر انريل انجن. هلا بالنسبة للانريل انجن، لو حظر انريل انجن شو رح يصير يا شباب؟ الانريل انجن اللي هو بما اختصاره اللي هو رح يكون برنامج مشغل للالعاب ومصمم للالعاب بنفس الوقت. الناس بتشتغل عليه بالنسبة للشركات الكبيرة مثل ويندوز، مثل ماك، مثل اندرويد، وبتصمم عليه اللعبة وبتطلع لك اياها اللي ظاهرة امامك اللعبة بشكل طبيعي. ولكن لو تم حظر الانريل من اجهزة الماك واجهزة الاي او اس بشكل عام من شركة ابل، اهم لعبة واهم لعبتين اللي حيكونوا معنا اللي هن ما تياخذوا تطويرات وتحديثات اللي هي فورتنايت اللي هلا انا شرحت لك عليها، ولعبة ببجي. مثل ما سمعتوا لعبة ببجي موبايل ما تاخذ تحديثات بالنسبة للايفون. يعني انت لو كنت فرحان معك هلا حاليا معك ايفون 11 برو اكس ماكس مدري شو هذا الكلام اللي بيحكوه بالاسماء تبع الايفونات، ما عم تقدر تاخذ تحديث بالنسبه للعبه ببجي، لانه الانريل لو انحظر فعلا من لعبه ببجي او انحظر من شركه ايبك جيمز عفوا بشكل كامل، لعبه ببجي ما عم تقدر تاخذ تحديثات والمطورين تبعات لعبه ببجي اللي هن تبعات تينيسنت او مدري شو هي اسم الشركه تبع ببجي، بس انا بتوقع تينيسنت، ما عم تقدر تاخذ تحديثات بالنسبه للعبه على الايفون. فالموضوع لو ما انحل يا شباب والمطورين فعلا انحظروا حساباتهم والانريل انجن انحظر حسابه او انحظر هو بشكل عام عفوا من شركة ابل انريل، ما عاد تقدر تاخذ تحديثات لا لعبة فورتنايت ولا ببجي واكثر من 100 لعبة تانية ما عاد تقدر تاخذ تحديثات. يعني بدك تودع اكثر من 100 لعبة بالنسبة للانريل انجن، ما عاد تاخذ تحديثات والمطورين ما عاد يقدروا يشتغلوا عليها، لان بنعرف احنا كلياتنا الالعاب الاونلاين لازم تضل عم تتحدث وينزلها تحديثات والمطورين بضلوا بيشتغلوا على الانريل وبيشيلوا شغلات وبيحطوا شغلات، وهي تبع الصنم تبع لاعبين ببجي يمكن بيعرفوها، وهتحطوا الصنم هذا الشيء بينشال وبينحط من الانريل وبتزبط كل شيء. فلو انحظر هذا لعبه ببجي ما عم تتحدث فورتنايت. وانا هلا رح اتركك مع كمان اكثر من 6 او 7 ترايلر اعلانات لالعاب رح يتم حظرهم من الانريل او من شركه ابل لو فعلا صار هذا الموضوع، وهمها كمان من هدول الالعاب بوردرز لاند كمان رح تنحظر من الاي او اس والماك لو فعلا انريل طلع من عند شركه ابل. هذول هن اهم 3 العاب تقدر تقول بوردرز لاند 3 وفورتنايت وببجي، هدول اكثر الالعاب اللي احتاكلها بالنسبه لانريل انجن لشركه ابل او ماك او اي او اس، يعني انتم شو بتسموه بالنسبه لشركه ابل. وبالنسبه لجماعه جوجل او الاندرويد بشكل عام، يا شباب جماعة اندرويد اللعبة حاليا عم تندعم من ستور جالكسي، يعني لو انت معك جهاز جالكسي بتقدر تدعم اللعبة وتنزلها بشكل طبيعي، وبتقدر تنزلها من عن طريق موقع ايبك جيمز، بتنزل اللانشر تبع ايبك جيمز وبعد منها بتنزل اللعبة. يعني جماعة الاندرويد وضعهم بالتمام حاليا، ولكن جماعة الايفون وجماعة الماك هدول اللي حياكلوها اكتر شيء لو ما نحل الموضوع من هون لبداية السيزون الرابع. فاتمنى تكون استفدتوا بعض المعلومات. وبالنسبة للحرب الشغالة بين ايبك جيمز وشركة ابل، وانا اي شيء كمان جديد بصير معنا بالنسبة للحرب الشغالة رح نزل عليها فيديو مباشرة واحكي عنها. بتمنى تكونوا استفدتوا بعض المعلومات. كود دعم بالاتم شوب نيمو 9 وبرعاية الله. Every detail. Multiple security breaches. All the fear of ruin. External camera 16. External camera 15. Camera 10. God damn it.
They're here. Bow down before the one you serve. You're going to get what you get. You remember me? Now's the fun part, bitch! You trespass, Jedi. But I'm done hiding. Cal Kestis. You will always struggle. It's the choice to keep fighting that makes us who we are. Tired of playing tag anyway. Come on. Avalanche ain't Wu-Tai or anybody, fucker. We're here to rescue Aerith, remember? We don't need more attention than what we're gonna get. Yeah, I hear you.